بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات. قلنا قد تثبت القيام لزيد وقد يكون مع زيد مشارك، لكن لو قلت نفيت أن يكون مع زيد مشارك وأثبتت القيام لزيد، هذا فيه إفراد زيد بالقيام، صحيح؟ فحقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. وقلنا ركن الشهادة لا إله إلا الله، لا إله كافر جميع معبد من دون الله إلا الله بثبت العبادة لله، وأن الله سبحانه وتعالى قد جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عن هذا. ذكرنا أن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفي عن الله كما نفاه عن نفسه وكما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. ذكرنا أن طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وأن الصفات الثبوتية كثيرة جدا مقابل الصفات المنفية، والصفات المنفية تذكر غالبا على وجه العموم أو نفي ما ادعاه الكاذبون في حق سبحانه وتعالى أن دعوا للرحمن ولدا أو دفع توهم نقص وما مسنا من لغوب وغير هذا. ذكرنا أن الأسماء والصفات ليس فيها نسخ. ذكرنا أن من القواعد عند أهل السنة والجماعة أن النسخ لا يمكن أن يكون في الأسماء والصفات، لأن النسخ محل الأخبار لا الأحكام، ونسخ أحد الخبرين يقتضي أن أحدهما كذب، والكذب ممتنع في كلام الله سبحانه وتعالى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه. فكل ما جاء عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الخبر عن الله هذا لا ينسخ، لكن كيف يثبت عندنا؟ شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين، أن يثبت من طريق شرعي، أن لا يأتي في شرعنا ما يخالف، وقلنا لا يمكن أن يأتي في شرعنا ما يخالف هذا، لأن هذا خبر عن الله. نعم، في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثل الشيء السميع البصير، إثبات وتنزيه وطريقة القرآن تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. نعم، فتح الله عليك. نعم، أخذنا عناصر الدلالة والإفهام. ما الفائدة منها؟ الفائدة منها الردع المخالف، ثم أن هذه الأمور الأربع إن اجتمعت في كلام وجب أن يقبل. علم، أن يكون الكلام صادر عن علم وصدق وبيان فصاحة وإرادة الهداية، وهذا اجتمعت في كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك كلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا عدول لهذا السبب، أعلم وأصدق وأحسن وإرادة الهداية وغيرها. هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذي صراط الصراط قلنا إما أن ينسب إلى الله صراط الله أو ينسب إلى السالكين، ووصف بأنه مستقيم وأقرب الطرق الطريق المستقيم، بل لا يوجد طريق آخر موصل إلى الله إلا هذا الطريق، وأن هذا صراط مستقيم. لو قال قائل كيف تجمع بين أن الطريق الموصل إلى طريق واحد وبين قول الله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ نقول سبل السلام أي شرائع الإسلام، ولا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وتلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لا يمكن أن يكون الطريق الموصل إلى الله إلا الطريق الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه السلف الصالح.
من الذين أنعم الله عليه من النبيين، وقل من نبي، نبي وصديق وشهيد وصالح، والصديق صديق وشهيد وصالح، والصديق الصديق صدق مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده، وصدق مع عباده، صديق وشهيد وصالح، والشهيد شهيد وصالح، إما شهيد المعركة أو العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والصالح صالح، أصلح ما بينه وبين الله فعل الأوامر اجتناب النواهي، وأصلح ما بينه وبين عباد الله عبادات ومعاملات، يلتزم الشريعة. فتح الله عليك. نعم. رأينا أقسام الإلحاد. الإلحاد إما أن يكون إلحاد في الأسماء والصفات أو إلحاد في الآيات. الآيات إما آيات شرعية أو آيات كونية. الإلحاد في الآيات الشرعية إنكار السنة، قول أن القرآن مخلوق. في الآيات الكونية يقول أن الطبيعة تخلق الأشياء، أو أصل خلق الإنسان قل. في الأسماء والصفات قلنا إما أن نقسم هذا إلى أربعة أقسام أو إلى خمسة أقسام، وهذا يعني يكون أوضح إن شاء الله تعالى. أن ينكر الأسماء كلها كالجهمية، أو بعضها كالأشاعرة، أو يثبت الاسم وينكر الصفة، أو يجعلها دالة على التمثيل، أو يشتق منها أسماء من أصنام اللات والعزى ومناة، أو يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، علة فاعلة، قادر على الاختراع، وثالث ثلاثة. فتح الله عليك. نعم. رأينا فضيلة سورة الإخلاص. أخذنا سبب التسمية، لماذا تسمى السورة بهذا الاسم؟ كأنها مسورة بسورة، لا يخرج منها شيء ولا يدخل فيها شيء. سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم لأنها تخلص قارئها من الشرك، ومن العلاج النبوي في دفع الشبهات قراءة سورة الإخلاص. وسميت كذلك بهذا الاسم لأنها أخلصت في وصف الله، لا يوجد في هذه السورة قصص ولا أحكام، بل أن التوحيد لا تخلو منه آية. نعم. تعدل ثلث القرآن في ماذا؟ في الجزاء لا في الإجزاء. ما معنى هذا؟ يعني في الأجر. لو قرأ هذه السورة ثلاث مرات في الصلاة ولم يقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة. نعم. وبهذا الاعتبار القرآن يقسم إلى ثلاثة أقسام. خبر عن الله أشرف ما في القرآن، لا تخلو منه آية، وقصص وأحكام، غير هذا. نعم. تفسير الإخلاص وآية الكرسي. نعم. فيها من أسماء الله سورة الإخلاص. الله. الله المألوه المعبود محبة وتعظيما. أحد. واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. الصمد الذي تصمد إلى الخلاق في حوائجها، والسيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، الذي استغنى عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. وقيل أن الذي أنه هو الذي لا جوف له، لم يلد ولم يولد، صفات منفية لكمال أحدية وصمدية وكمال غنى سبحانه وتعالى. نعم. ذكرنا حيوما هو في
الحي في آية الكرسي ذو الحياة الكامل التي لم تسبق بعدم ولا يلحق فنا كمال ذاته، والقيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به كمال سلطان. وإذا اقترن اسم الله سبحانه وتعالى الحي مع القيوم، قال بعض العلماء أن هذا اسم الله الأعلى، وتكرر في القرآن في ثلاثة مواضع، يعني الحي مع القيوم. نعم، فتح الله عليك. أذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في آية الكرسي قرابة من 26 صفة، كل اسم يتضمن صفة، فالأسماء الموجودة خمسة: الله والحي والقيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به، والعلي العلو في الذات والعلو في الصفات، والعظيم ذو العظمة التي لا شيء فوقها عظمة. نعم. شيء أنه أننا نقول لا مثيل له ولا نقول لا شيء. نعم، أننا نأتي بما جاء في القرآن، وإن استطعت لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فبعد. نعم. رأينا أن كلام الله يتفاضل من حيث المعنى، يتفاضل من حيث المعنى والتأثير، أي أنه يخشع ويتدبر وما إلى ذلك، لكن القائل واحد سبحانه وتعالى. وذكرنا الدليل من حديث أبي رضي الله عنه، آية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر الكرسي، وهو على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين، والعرش سرير الملك. طيب، نعم. أن الشيخ الإسلام رحمه الله استعمل أحسن ما يكون في التأليف أنه بدأ بالقرآن الكريم. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بإرادة الأدلة من القرآن، ثم ثنى بالأدلة من السنة وبين منزلة السنة ورتب ترتيب بديع، ذكر سورة كاملة وهي سورة الإخلاص، وآية أعظم آية في كتاب الله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة ماذا له من الفضل؟ حتى يصبح، ولا يزال عليه من الله حافظ. تقرأ هذه السورة في أذكار النوم، تقرأ هذه الآية في أذكار النوم، وتقرأ هذه الآية كذلك أدبار الصلوات. فتح الله عليه. ثم بعد هذا ماذا ذكر المؤلف؟ نعم، عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. طيب، نريد بعد آية الكرسي ماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى؟ نعم، ذكر الآن سيورد رحمه الله تعالى أدلة متفرقة، ولا يستطيع أن يورد كل الأدلة، لأنه لو أراد أن يورد كل الأدلة ماذا يصنع؟ القرآن كامل لا تخلو منه آية كما ذكر ابن القيم، حتى في صاد وياسين وحاميم وكاف ها يا عين صاد، هذا كلام الله، توحيد. نعم. طيب، قال هو الأول والآخر والله. نعم، أراد المؤلف والله أعلم بإيراد هذا الأدلة إثبات الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر إحاطة زمانية والظاهر والباطن إحاطة مكانية. هذه الأسماء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير لهذه الأسماء، ولا يمكن أن نتعدى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، قال أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم، فهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير، لو قال قائل نحن الآن في الصفات المنفية نفي عن الله مع إثبات كمال الضد، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء، فسر إثبات بالنفي،
خالف القاعدة، ماذا نصنع؟ نقدم القاعدة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، القاعدة إذا خالفت الكتاب والسنة ماذا نصنع؟ نلقي بعرض الحال. لكن في الحقيقة أن القاعدة لم تخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين في هذا الشرح لبسم الله الأول أنه ليس، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، حتى لا يتوهم متوهم أن هذه الأولية أولية نسبية وأن لله مشارك، حتى ينفي عن الله سبحانه وتعالى المشارك. مفهوم؟ نعم. إذن من يفسر لنا هذه الأسماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم، علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداية. مفهوم؟ طيب، الأول والآخر والظاهر والباطن والقابض والباسط والضار والنافع، الأسماء عندنا أسماء مفردة، الله والحي والقيوم والسميع والبصير، وأسماء تقترن، قد تقترن وقد تنفرد، مثل الحي مع القيوم والسميع مع البصير والرحمن مع الرحيم. وعندنا أسماء مزدوجة لا يمكن أن يأتي واحد دون الآخر، لأن الكمال لا يحصل إلا بالاقتران، إلا بالازدواج. الأول مع الآخر، والظاهر مع الباطن، والقابض مع الباسط. فلا يصح مثلا أن تسمي إنسان على هذا القول بماذا؟ بعبد الأول، لأن الكمال يحصل باجتماع الأول مع الآخر، والظاهر مع الباطن، والقابض مع الباسط. مفهوم؟ نعم. بعد هذا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل، التوكل مر معنا في كتاب التوحيد. نحن الآن عندما نذكر مر معنا هذه الطريقة، هي طريقة العلماء رحمهم الله، يشوق ويراجع لك، يجعلك دائما في العلم مراجع مذاكرة، طريقة السلف. في كتب الفقهاء تجد هذا، مر معنا سيأتي. لماذا؟ حتى تراجع العلم دائما ويشوق للذي سيأتي، وتربط الأبواب بعضها مع بعض. يعني نريد الآن بهذا أن نربط دراسة الواسطية مع كتاب التوحيد، هذا العلم. ثم بعد الواسطية نشوق إلى الحموية، ثم إلى التدمرية، وعلى هذا تسير في طلب العلم، تربط بين العلوم. فلا يأتي إنسان يقول، لأن البعض الآن يستمع أحيانا للأشرطة ويقول ذكرنا هذا في كتاب التوحيد، إذا معنى هذا أنه عندما يدرس الواسطية لابد أن يكون درس كتاب التوحيد، وإذا لم يدرس يتوقف ويرجع إلى الباب الأول. مهم جدا، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى من كلام يعني الفقهاء بإذن الله تعالى إذا بدأنا بدراسة الفقه، بخاصة في الزاد، زاد المستقبل. التوكل صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة للممنوعة، صدق وثقة وأخذ بالأسباب. وذكرنا فيما تقدم أقسام التوكل، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اعتماد مطلق وتفويض جميع الأمور إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع دفع المضار، صرف الغير لا شرك أكبر. اعتماد على حي مع نوع افتقار، شرك أصغر، وكالة جائزة، وتوكل على، على من؟ قال على الحي، ولا تتوكل على من يموت. لماذا كانت الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت
ولم تكن الآية وتوكل على السميع العليم مثلا لا يسأل عما يفعله يسألون. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل ما عليه أهل الشرك من صرف التوكل الاعتماد المطلق وتفويض جميع الأمور إليه، لأن هذه الأصنام والمعبودات تموت، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الحال كامل التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء، لا يموت صفة منفية منفية عن الله مع إثبات كمال الضد لكمال حياته سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومر معنا في كتاب التوحيد ما يتعلق بباب التوكل. نعم. وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بإيراد هذه الأدلة أن يثبت صفة العلم لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى على ما تقدم معنا في شرح آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلم ما بين أيديهم الحاضر المستقبل وما خلفهم الماضي. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سواء كان هذا من أفعاله سبحانه وتعالى أو من أفعال المخلوقات. حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال الآية الأولى: وهو العليم الحكيم. وهو العليم، العليم أي بالظواهر والبواطن، والحكيم إما من الحكم أو من الحكمة. تقدم معنا في كتاب التوحيد القضاء شرعي وكوني، إرادة شرعية وإرادة كونية، حكم شرعي وحكم كوني. والفرق بينهما أن القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وقد يقع وقد لا يقع، والكوني القضاء الكوني والحكم الكوني لابد أن يقع ويكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يحبه. الحكيم من الحكمة، حكمة شرعية وحكمة كونية، فكل ما يقدر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون لابد أن يكون هذا التقدير لحكمة أراده الله. كذلك كل ما في الشريعة من أوامر ونواهي لا يمكن أن يكون هذا إلا لحكمة. فما هي الحكمة الموجودة في كل حكم من أحكام الشريعة؟ العلة، لماذا نصلي الفجر صلاة جهرية والظهر صلاة سرية 4 ركعات وركعتين؟ الحكمة الموجودة في كل نص من نصوص الكتاب والسنة أو العلة هي التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الصلاة أعلى من الصيام؟ قالت: كنا نؤمر، أنت عبد وليس لك إلا الرضا والتسليم. مفهوم؟ إذا لو يسأل أي إنسان بعد اليوم لماذا نصنع كذا ولا نصنع كذا وكذا، تقول بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر ونحن عبيد، والعبد ليس له إلا أن يقول آمن وصدقنا وسلم، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. إذن الحكيم حكم شرعي وحكم كوني، وحكمة شرعية وحكمة كونية، وكل ما يقدر الله في هذا الكون لم يقدره إلا لحكمة. وقوع الشرك والبدع والمعاصي والأوبئة والأمراض قدره الله لحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، الحكمة لعلهم يرجعون.
فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك لم يقدر هذا إلا لحكمة. نعم. ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة من الشرك وأهل هذا أمر آخر. نعم. وهو الحكيم الخبير. الحكيم الخبير. الخبير بالبواطن. فإذا كان يعلم البواطن فهو يعلم الظواهر من باب أولى. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يعلم ما يلج. ما الذي يلج في الأرض؟ يدخل في الأرض. يدخل الماء والأموات والكنوز وبعض الحيوانات. ما الذي يخرج؟ والموتى يبعثهم الله، والكنوز والزرع. وما الذي يعرج إلى السماء وينزل؟ يعرج الأرواح تفتح وتغلق لها أبواب السماء، والملائكة وأعمال العباد، وينزل الملائكة وينزل الأمر، وكذلك الأرواح عندما يؤذن لها تنزل. قال وعنده مفاتح الغيب. وعنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب خمسة جمعت في قوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب. لا، إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة، لا يدري متى الساعة إلا الله، وكل من ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر. هذا أي علم الساعة مفتاح الدار الآخر. وينزل الغيث، ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر في الغالب عذاب. قالوا هذا عارض ممطرنا التي أمطرت مطر السوء. وينزل الغيث، قد ينزل المطر ولا تنبت الأرض شيئا. ليست السنة ألا تمطر، ولكن السنة الجد والقحط أن تمطر ولا تنبت الأرض شيئا. وينزل الغيث يعني يحصل نفع للناس. هذا مفتاح حياة الأرض. نعم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، في كل رحم، سواء كان من الإنس أو من غير الإنس. لو قال قائل الآن الطب الحديث يصور ويعرف الذي في بطن الأم ذكر أو أنثى، الله سبحانه وتعالى يعلم هذا قبل أن يتشكل. نعم. واعلم ما في الأرحام، هذا مفتاح الأجنة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح الأرزاق. وما تدري نفس بأي أرض تموت، مفتاح الأجر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعنده مفاتح الغيب، هذا عموم لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. ثم هذا تفصيل بعد العموم. نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، كذلك مفتاح حياة الأجنة. نعم. واعلموا أن الله على كل شيء قدير. أنه لا. نعم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الشرح للآية، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، إثبات القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى لابد حتى تكون على معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء أن تأتي بدلالات ثلاثة في الاسم، وهذه يسميها العلماء دلالات الاسم: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. أغلق الكتاب. مطابقة وتضمن والتزام. المطابقة، الاسم ينطبق على المسمى
والوصف ينطبق عن موصوف، وهذه تكون في أسماء الله، لأن أسماء الناس تسمي صالح وقد يكون طالح، تسمي عبد الله وقد يكون نسأل الله السلامة والعافية من أفجر خلق الله. نعم أعلام فقط، أسماء الناس أعلام فقط، لكن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصال، فإذا أثبت الاسم وأنكر الصفة الحال. فالأول دلالة مطابق، الله سبحانه وتعالى من أسماء الخالق دلالة مطابق، اسم ينطبق على هذا المسمى، وصف ينطبق على هذا الموصوف، مطابقة تضمن كل اسم لابد أن يتضمن صفة وإلا وقعنا في الإلحاد. دلالة التزام، هناك أسماء أخرى تدل على هذا الاسم، مثال هذا الذي نحن فيه الخالق، الخالق لابد أن ينطبق الاسم على المسمى والوصف على الموصوف سبحانه وتعالى، وداخل هذا الاسم صفة الخلق، فإذا ثبت الاسم وانكرت الصفة وقعت في الإلحاد. ثم بعد هذا لا يمكن أن يكون خالق بلا علم ولا قدرة، هذه دلالة التزام. كيف تعرف هذه الدلالات؟ لابد من الرجوع إلى الكتب التي شرحت الأسماء الحسنى. طيب جاء رجل وأخذ قطعة من لحم وضعها في إناء، ثم أحكم إغلاق هذا الإناء، انتظر عليه أيام، عفن هذا اللحم وخرج منه دود، فقال أنه هو الذي خلق هذا الدود. فقال له إنسان طيب، أنت الخالق لهذا الدود؟ قال نعم. قال طيب كم عدد الدود؟ قال لا أدري. كم الذكور من الإناث؟ قال لا أدري. قال متى يموت؟ قال لا أدري. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، الله الذي خلق سبع سماوات، عظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. التفكر في مخلوقات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لأنه لا يمكن يكون خلق بلا قدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إثبات العلم لله سبحانه وتعالى. نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال سبحانه وتعالى، قال الله إن الله هو الرزاق، ولم يقل الرازق، لماذا؟ لكثرة ناديها أوقف، لا 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 بعدك بعدك أوقف. قال الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق، لماذا؟ لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. أجلس. الرزق ينقسم إلى قسمين، عام وخاص. العام حلال وحرام، الخاص بالمؤمنين الإيمان والتقوى والعمل الصالح، كل ما بك من نعمة فهي من الله، ليبلوني أشكر أم أكفر. الرزق الخاص الإيمان والتقوى والعمل الصالح، الرزق العام حلال وحرام. أهل ما في البحر من أسماك وكذا، وما في البر من حيوانات، رزق، لكن الرزق إما حلال أو حرام. مثال الآن الخنزير مثلا، رزق لكنه رزق محرم، مخدرات رزق لكنها محرمة. فالرزق انقسم إلى قسمين، عام وخاص، خاص الإيمان والتقوى والعمل الصالح، خاص بمن؟ المؤمنين، وعام لكل مخلوق، حلال وحرام. إن الله هو الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق،
والجنة لا تطلب إلا من الله كذلك الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لن يكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إن الله هو الرزاق ذو القوة. القوة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون ضعف، والقدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون عجز. المتين أي الشديد. تقدم معنا أن المعاني معلومة ونؤمن أن لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. نعم. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. نفي المثل عن الله لكماله سبحانه وتعالى. قلنا هذه الآية فيها من القواعد النفي والإثبات وطريقة القرآن، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. السميع، السميع إما إدراك الأصوات أو السميع المجيب. إن ربي لسميع الدعاء. إدراك الأصوات إدراك عام وخاص وتهديد. عام قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. خاص إنني معكما أسمع وأرى، يراد به النصر والتأييد. تهديد أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. مرة أخرى، السميع إما أن يكون المدرك للأصوات أو السميع أي المجيب. إن ربنا سميع الدعاء. إدراك الأصوات عام وخاص وتهديد. نثبت كل هذه الأقسام، نثبت لله سبحانه وتعالى السمع العام، وسمع خاص يراد به النصر والتأييد، وسمع يراد به التهديد، وسميع مجيب. ولا يمكن أن ننكر واحدة من هذه الأقسام. السميع البصير، البصير إدراك المرئيات، أو البصير بمعنى العلي. وإدراك المرئيات عام وخاص وتهديد كذلك، نثبت الجميع. نعم. إن الله نعم ما يعظكم. إن الله نعم، أي نعم ما يعظكم به. نعم ما يعظكم به. معنى الآية، نعم ما يعظكم به، من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ. ولهذا أرشد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى خطر عند يأتي بالقصص من بعض الوعاظ، ويقول أنه فلان صنع كذا وصنع كذا وصنع كذا. يقول هؤلاء أرادوا وعظ الناس بخلاف ما جاء في الكتاب والسنة، فلا تعظ الناس إلا بالكتاب والسنة. لهذا يقول العلماء رحمهم الله أن طالب العلم ماذا يصنع؟ هل يأتي إلى المجالس التي فيها وعظ إلى القصاص وهؤلاء؟ لا. لماذا؟ لأن الآن الواعظ ينزل إلى مستوى العوام، وطالب العلم قد ارتفع درجة بفضل الله. والعلم، طلب العلم يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخشية. إنما يخشى الله من عباد العلماء. فدروس العلماء، الدروس العلمية، دروس العلمية فيها وعظ وزيادة. ولذلك الطالب قال لا ينزل بل يرتفع. تسمع أحيانا درس فقهي لعالم من علماء أهل السنة والجماعة، والله تتعب. تسمع أحيانا قراءة سورة الفاتحة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى، تتعب صدق.
نعم. إن الله نعم أي نعم ما يعظكم به. من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. تقدم معنا في وعظ المرأة كيف توعظ المرأة؟ بأن تذكرها بما ورد في الكتاب والسنة. إن الله نعم يعظكم به. إن الله كان. هذه كان مسلوبة الزمن، جاءت هنا لإثبات هذا الوصف لله سبحانه وتعالى على وجه الله. تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس. هل معنى هذا أنه كان ثم بعد هذا زالت عنه هذه الصفة؟ لا، كان هنا جاءت لإثبات هذا الوصف، ويقول عنها العلماء أنها مسلوبة الزمن، ليس لها علاقة بالزمن، جاءت لإثبات الوصف. إن الله كان أي في هذه الآية إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى وجل أقبل. نعم، إن الله كان سميعا بصيرا. أول الآية إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة. أول إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم، إن الله نعم ما. إذن تقرأ الآن من أولها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم أي نعم ما يعظكم به. والوعظ في الكتاب والسنة. إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، حتى لا تخالف وتعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير. نعم. ولولا دخلت جنتك. الآن يريد المؤلف رحمه الله أن يبين الآيات، بعض الآيات في إثبات القضاء الشرعي والكوني والحكم الشرعي والكوني والإرادة الشرعية والكونية والمشيئة الشرعية لا كونية. مرة أخرى، قضاء وحكم وإرادة شرعي وكوني. الفرق بينهم أن الشرعي يكون فيما يحبه الله. أعطنا القلم، أعطنا القلم. الشرع يكون فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع، والكون يكون فيما يحبه وفيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ودائما يقع. كيف لا يحبه الله ويقع؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمحبوب إما أن يكون محبوب لذاته أو محبوب لغيره. وقوع الشرك وكذا محبوب لغيره. نعم، طيب. قال أورد الأدلة في إثبات المشيئة والإرادة والحكم والقضاء، لكن ذكرنا أن الحكم والقضاء والإرادة شرعية وكونية، أما المشيئة كونية. كل مشيئة في القرآن فهي كونية، ولا يوجد دليل واحد على مشيئة شرعية. بعض العلماء يقول أن المشيئة تنقسم إلى شرعية وكونية، لكن لا يوجد عليها دليل في القرآن، ومنهم من يقول المشيئة كونية وانتهى الأمر، والله أعلم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى أدلة، بعض الأدلة في إثبات الإرادة والحكم والقضاء شرعي وكون والمشيئة كونية. قال ولولا دخلت جنة، ولولا أي هلا، ولولا أي هلا، فيه الحث بهذا على ماذا؟ على أن يتبرأ من حوله ومن قوته، وهذا هو التوحيد. ويعرف أن النعمة ابتلاء، ويضيف النعمة إلى المنعم المتفضل. ولولا هلا دخلت جنتك، هي ليست بجنة واحدة. لماذا أقول له هذا جنتك؟ أن المفرد إذا أضيف يعم، أو أراد تحقير شأن هذه الجنة.
قلت ما شاء الله، إثبات المشيئة كونية. نعم، ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. نعم، قال إثبات المشيئة. ولو شاء الله ما اقتتلوا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، إثبات المشيئة لله سبحانه. ولكن الله يفعل ما يريد، إرادة كونية هنا. نعم، قال أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم، أحلت لكم، من الذي أحلها لنا؟ الله سبحانه. أحلت لكم بهيمة، البهيمة التي لا تتكلم أو تتكلم بكلام لكن لا نفقه ما تقول، والثاني والله أعلم أولى. الأنعام الإبل والبقر والغنم، أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلا استثناء من الحلال، إلا ما يتلى عليكم. يتلى عليكم أي في هذه السورة وفي غيرها من السور، كقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة مثلا. نعم، إن الله يحكم ما يريد، حكم كوني لأنه يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع. نعم، ومن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره. ومن يريد الله، فمن يريد الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لابد أن تنشرح لكل ما جاء في الشريعة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومر معنا في نواقض الإسلام من أبغض الشيء قليلا وكثير مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. ولهذا يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا أن الكافر لا يخاطب بشيء إلا بالشهادتين، لا نأمر بالختان ولا نأمر المرأة بالحجاب. فإذا دخل في الإسلام أو دخلت في الإسلام شرح الله صدره. فمن يريد الله أن يهديه، هنا الإرادة كونية، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله نسأل الله السلامة والعافية يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد أن يتكلف الصعود. ولذلك كل ما جاءت به الشريعة لابد أن تتلقى هذا بصدر منشرح، ترضى وتسلم وتفرح وتقول آمنا وصدقنا وسلمنا. آمن تهتدي، قل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله. النتيجة يهدك الله. قال أحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يأتي بآيات في إثبات صفة المحبة والود. وليت المؤلف، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أورد آية الخلة، لأن هذه الثلاث أي المحبة والود والخلة هي أنواع المحبة الثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. فالآن الطالب عندما يحفظ متن الواسطية يضيف واتخذ الله إبراهيم خليلا، مفهوم؟ نعم. المحبة، من أفسر المحبة؟ لا يمكن أن نفسر المحبة بأكثر من أن نقول هي محبة. تقدم معنا أن أنواع المحبة ثلاثة،
محبة مع الله شرك أكبر. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة كما قال ابن القيم رحمه الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي محبة مساوية لمحبة الله. الثاني من أقسام المحبة، محبة لله أو في الله، من أوثق عرى الإيمان، للعمل والعامل والأزمنة والأمكنة. الثالث من أقسام المحبة، محبة طبيعية جائزة لا يلام عليها العبد، بالشرط ألا تقدم على محبة الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما الثمرة من إثبات صفة المحبة لله؟ الثمرة من إثبات صفة المحبة لله أن تحب الله ولا تحب أحد مع الله، وتبحث عن الأشياء التي تستوجب محبة الله، تحسن وتتذكر أنك بالإحسان تنال محبة الله. عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله قال: قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدر محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، وكل من قدر خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به. إذن هذه الآيات التي يريدها المؤلف أراد إثبات صفة المحبة والود، وليت المصنف جاء بآية الخلة. نعم. وأحسنوا تحسن في عبادة الله. والإحسان معنى في الأصول الثلاثة، ركن واحد، وتحت هذا الركن عبادة مشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، رغبة وحب وشوق فيما عند الله. وهذه هي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، عبادة مراقبة خوف وهرب، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. تحسن أولا في عبادة الله، ثم تحسن إلى عباد الله. إذا قتلته فأحسن القتلة، يأتي وعندما يريد أن يذبح الشاة يحد السكين ويذبح بمحدد. نعم، لماذا؟ قال: حتى أنال محبة الله سبحانه وتعالى. وأحسن إن الله يحب، في هذا إثبات صفة المحبة لله على الوجه الآخر. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى محبة حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل محبة المخلوقين. الثمرة أن تحب الله ولا تحب أحد مع الله، تبحث عن الأشياء التي تستوجب محبة الله سبحانه وتعالى تفعلها، وتتذكر بهذا أنك تنال محبة الله، كالإحسان. وأقصدوا إن الله يحب. والعدل، وأقصدوا أي عدلوا، يعدل. البعض يتصور أن العدل يكون عند الحكام والقضاء، ولا يدري المسكين أن كل واحد لابد أن يعدل، يعدل مع نفسه، ويعدل مع زوجته، ويعدل مع أولاده، ويعدل ويعدل. صحيح. ومن الخطأ أن تقول أن الدين الإسلامي دين مساواة، أعوذ بالله. ما معنى هذا الكلام؟ دين مساواة حتى نساوي بين الرافضة والسنة، حتى نساوي بين كذا وكذا. الدين الإسلامي دين عدل، ولم يأتي دليل واحد من كتاب أو سنة فيها أن الدين الإسلامي دين مساواة. الدين الإسلامي دين عدل. نعم. ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم
العهود التي بيننا وبين الكفار ثلاثة. عهد استقامة نستقيم، ونتذكر أننا بالاستقامة على العهد ننال محبة الله. والدليل الآية، عهد بيننا وبينهم لكن نخاف منهم خيانة، نخون لا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، نقول خذوا عهدكم، لا عهد بيننا وبينكم لأننا نخاف منكم خيانة ونحن لا نريد نقض العهد. الثالث عقد وعهد نقضوهم، فهم الذين نقضوا العهد لا نحن. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهده وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. إذن عهود ثلاثة، عهد استقام نستقيم، ونتذكر أن ننال بهذا محبة الله. نعم. إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله. يسمي العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية بآية المحنة، أي الامتحان والاختبار. قل إن كنتم، ادعى أناس محبة الله فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن دليل المحبة على الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الثمرة يحببكم الله. إذن ننال محبة الله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. إن الله يحب التوابين لكثرة ما يتوب. والطهارة تقدم معنا أنها طهارة حسية وطهارة معنوية. أعظم طهارة هي الطهارة المعنوية، لأنه قد يكون في سجد ولا يستطيع على إزالة النجاسة ولا على ستر العورة ولا، لكن لو صلى نسأل الله السلام عافية وهو مشرك لا تقبل منه، فيتطهر من الشرك ويتطهر في بدنه وفي ثوبه وفي البقعة التي يصلي فيها، وتذكر أنه بهذه الطهارة ينال محبة الله. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. فسوف يأتي الله لقوم أول الآية. نعم. يا أيها الذين آمنوا لن يعترض منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. إثبات المحبة لله، لكن ليست المحبة كالمحبة ولا الود كالود ولا الخلة كالخلة، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون. إن الله يحب الذين يقاتلون ولم يركنوا إلى الدنيا، لكن القتال لابد لهم، بل كل عباد لابد فيها من شروط وأركان واجبات تنتفي عنه الموانع. يقاتلون في سبيله إخلاص صفا متراصين، والظاهر عنوان الباطن. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهذا في أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به الاجتماع، ونكون يد واحد في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. ينال محبة الله بهذا، يقاتل ولا أركان للدنيا، يقاتل بشروط وأركان واجبات تنتفع عنه الموانع، إخلاص واجتماع لافتراق. نعم. يعني راية واحدة في الجهاد. نعم. هو انتهت الآيات في المحبة، بقي
آية وهو الغفور الودود. فالله سبحانه وتعالى واد وموجود، لكن ليس الود كالود ولا الخلة كالخلة ولا المحبة كالمحبة. يبقى معنا إثبات صفة الخلة لله سبحانه وتعالى وجلاله به. وفيما نعلم لم تثبت الخلة إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ويخطئ بعض الناس هدانا الله إياه عندما يقول أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. هذا فيه يعني تقليل لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلة هي التي تملك سويداء القلب. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليل. قلب النبي صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله، لا يستطيع أن يدخل أحد، ولو استطاع أن أدخل الصديق، وهذا فيه فضل الصديق رضي الله عنه. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله تعالى بعد العشاء نراجع ثم نبدأ في الدرس الجديد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.